في حالات الرابشر اوبن، وده من المواضيع المهمه الفيري كومن جدا اللي انتوا هتقابلوها كنت في قبل، لان الرابشر اوف ميمبرين ده ممكن يحصل بنسبه 15% في حالات. احنا الفاليو في الهيستوري بتاعنا اللي احنا في حالات الرابشر اوف ميمبرين عشان تو ريتش الدياجنوزس، وعشان نوصل للدياجنوزس لازم تكون بتعرف تاخد الهيستوري كويس، لازم تكون بتعرف تعمل اكزامينيشن كويس، لازم تطلب الانفستيجيشن تطلبها كويس، ولازم نعرف برضو في الهيستوري بتاعتنا العيانه ديت عندها يوترين اكتيفيتي، نعرف الجستيشنال ايج بتاعها، ده يهمنا جدا في المانجمنت، هل هنمشي بالاكسبكتنت مانجمنت، هنكمل بالاكسبكتنت، وهل هنعمل لا. طب ايه اللي حصل، ليه حصل رابشر اوف ميمبرين، ايه كوز او ايه بريسبوزنج فاكتورز، والاكسكلود الكومبليكيشنز، لان لو في حصل اي كومبليكيشن في اي وقت زي ما الدكتور احمد يوسف قال لنا قبل كده، استاذ الدكتور احمد يوسف قال لنا قبل كده، لازم انت كتبت بينك وبين البيشنت، اول ما هتقابل البيشنت، البيشنت دي جايه مخطوطه نازل عليها ميه، جايه وهي اهلها مطروبين، تمام، الميه بتاعت البيبي في اعتقادهم الميه اتصفت، فانت لازم اول ما تقابلهم ده الفيرست كونتاكت بينك وبينهم، لازم تكون تبص لهم الطمانينه، ترجعهم تاني للهدوء تاني، فانت لازم تشوف الاتيتيود بتاعك يبقى كويس، لازم تكون انت مستعد لمقابله البيشنت كويس، اول حاجه تكون لابس اللبس بتاعك يكون مظبوط، تكون لابس البالتو بتاعك، تكون لابس الاي دي بتاعك، تمام، عشان الدكتور بسرعه شويه، احمد نهدي الريتم شويه، السرعه بس نهدي الريتم شويه عشان التسجيل هيطلع ورا بعض. ماشي يا باشا، اوكي تمام. الفيرست لوك بينك وبين البيشنت، اول ما تبص للعيانه لازم انت تبتسم في وشها، تمام، مش لازم تكشر في وشها خلاص، حتى لو كانت حالتها المفروض كريتيكال، لازم برضو عشان الفيرست سمايل ديت برضو بتهدي البيشنت بتاعك، لازم تحيي البيشنت، سلم عليها، ولو انت عارفها هي بتتابع معاك انتي نيتال وعارف اسمها ناديها بقى ازاي، مدام هناء، مدام عبير، الكلام ده تمام خلاص ماشي، لازم توريها السيمباسي اللي انت متعاطف معاها، تسمع لها كويس، ده كله اتيتيودز، ودي حاجات لازم تكون مع حياتك طول العمر، تمام. وده برضو في اخر تمام الايتمز ديت اللي هي الايتم بتاع الاتيتيود بتاعك، فانت بعد ما قابلنا سالها حاجه البيرسونال هيستوري، زي اي بيستوري في الدنيا هنبتدي الاول بالفول نيم، لازم تاخد اسمها ثلاثي، شوف ميمري معظمهم بيتحجزوا عندنا في المستشفى، فيطلع لهم فايل عندنا، فلازم الفايل بيبتدي بالاسم صح، تمام. تاني حاجه انت هتنادي العيانه باسم اسمها مش برقمها، تمام، فده العيانه شايفاك على طول في المستشفى، اهلا تعالي يا مدام هناء اللي نازل عليك ميه، تعالي يا مدام ساميه اللي عليك ميه، فهي عارفاك وانت عارفها، فهي خلاص تطمن ليك. ثاني حاجه الايج بتاعها، انا اعرف الايج بتاعها، لان في الايج معينه بيبقى فيه ريسك فاكتورز، حاجات معينه يعني احنا بتبقى ريسك في البريتير نيم، ممكن عندها ريسك للدايبيتس، للهايبرتنشن، حاجات تانية، تمام. الريزيدنس بتاعها، هي عايشة فين، هل هي المكان بتاعنا قريب من المستشفى ولا بعيد عن المستشفى، هل ممكن نديها تريتمنت وتيجي تفولو اب عندنا كل يومين ثلاثة، ولا لا دي لازم ادمشن لان مكانها بعيد والفولو اب بتاعها من، تمام. الاوكيوبيشن، هل هي شغالة في ايه، الماريتال ستيتس، متجوزة من كام سنة وعندها عيال قد ايه، اولادها قد ايه، صبيان وبنات، والاخر عيل عنده كام سنه، او اصغر عيل عنده كام سنه، ده لازم نسال عليه. سبيشال هابت، سبيشال هابت مهمه جدا، تمام، لانها ممكن تكون ريسك فاكتورز من حالات الرابشر اوف ميمبرين، زي ما استاذنا الدكتور احمد يوسف قال، السموكينج دي اهم حاجه تسال عليها، اللي هي بتدخن ولا لا، ما تتكسفش اللي انت تسال على السبيشال هابت، تمام تمام. فدي كلها في البيرسونال هيستوري. واحنا لو خدنا مثال كده لحاله بيرسونال هيستوري جايه لنا، حاله مدام ساميه محمد هلال 35 سنه from Banha, married for 15 years. She had three living siblings, two males and a girl. The youngest is a male, 3 years old. She smokes 10 cigarettes per day for 10 years. No other special habits of medical importance. لو بقينا النيم، قطينا الايج، قطينا الاوكيوبيشن، الريزيدنس بتاعها، الماريتال ستيتس، السيبلينجز، اند كمان اللي هو السبيشال هابت، الكرونيك سموكر بقى لها 10 سنين، تمام، ده ممكن يبقى من الريسك فاكتورز اللي هي عندها رابشر اوف ميمبر. طيب الكومبلينت،
العيانه جايه لك هتشتكي من ايه؟ هتقول لك ايه بالعربي؟ هي او مامتها هتقول لك ده انا نزل عليا ميه كتير غرقتني وبلتني وبلت هدومي او بلت السرير من تحتي، تمام الكلام ده تمام. فهي بتقول لك في سادن جاش اوف فلاور بير فاجينم. ولو بصينا للصوره عندنا الست، شوف الست قلقانه جدا وخايفه وهدومها ويت اللي هو تراوزر، بتيجي كده اول ما بيجي لها رشه مرين بتحس بكده، تمام نزل عليا ميه كتير يا دكتور غرقتني وغرقت الارض تمام، وبلت الملايه السرير تحتي ده نزلت على رجليا لغايه رجليا لتحت تمام، لان انت كانك دلقت عليا ازازه ميه تمام. الكلام ده كله في الشكوى بتاعتها هتلاقوها في هناك في الانجليزي، بيقول لك تقول لك اي هاف بروكن ماي ووترز، هي بتقولها كده تمام. ولازم تعرف الديوريشن بتاعتها، طب الميه دي نازله عليك امتى؟ ده والله نازله عليا امبارح من 3 ايام. انت بتكتب ليه بعد كده في اي حته بتبتدي بالونس كورس ديوريشن للكومبليت؟ لا احنا بنبتدي للبريجننسي كانه بريزنتنج سيمتومز من دلوقتي تمام، او بريزنتنج كومبلينت بنبتدي فيه من اول الفيرست تريمستر لغايه الكومبلينت بتاعتنا. فانت الفيرست تريمستر اعرف الاول العينه بتاعتي، اعرفها انها العينه بتاعتي دي عينه حامل خلاص، البيشنت از نون تو بي بريجننت ليه وفي كام اسبوع، وعرفت ازاي انها من كام اسبوع، لان انا وانا باخد الهيستوري تحت في المينستر والهيستوري بعدين امتى، فعشان كده الاكسبكتد ديت اوف دليفري بتاعها هيبقى كذا. فانا من كده عرفت ان انا عيانتي دي بريجننت وعيانه بريجننت كمان في كام اسبوع. طيب العيانه البريجننت بتاعتي ديت هقسم الترايمسترز من الاول، الفيرست ترايمستر بتاعتها كان فيها اي مشاكل ولا ما كانش فيها اي مشاكل؟ لازم انا اسال على الماينوكم، اسال على ماستالجيا، اسال مثلا على البليدنج، حصل لها بليدنج في اول فيرست ترايمستر ولا لا لا تمام، برضو على الريسك فاكتورز. طب في السكند تريمستر البيشنت بدات تحس الحركه عندها قد ايه؟ بطنها بدات تكبر وتظهر امتى؟ الكلام ده لازم اسال عليه. طب حصل مشاكل ولا لا؟ برضو نزل عليها ميه في الشهر في السكند تريمستر ولا لا؟ كان ينزل عليها بليدنج ولا لا؟ عملت بروسيدور في السكند تريمستر فممكن تدخلي فراكشر اوف ممبرين بعد كده عشان في فاكتور بعد كده للانفكشن يدخلها بعد كده فراكشر اوف ممبر تمام؟ طيب فانا حللت الفيرست تريمستر والسكند تريمستر وعينت دلوقتي هي في السيرت تريمستر مثلا، ده عينتي جات لي بقى من ثلاث ساعات الى ساعات العينه اكسبيرينس او هاز بريسبتد حصل حست بصدن جاش اوف بير فاجينا اللي هو فانت تبتدي بقى نحللها. هنحللها كومبلينت ازاي؟ اونست كورس بتاعها، الكلر بتاعها، الاودر بتاعتها تمام، ايه اللي بيزود نزول الميه، ايه اللي بيقللها تمام، ده كله لازم تسال عليه. هعمل ازاليت الاونست فاميلي في الحالات اللي هو الرابشر اوف ممبر تمام. احنا في الاغلب عندنا بتبقى اكيوت اونست، الكورس بتاعها بيبقى بروجريسيف بتزيد الميه عندي بتزيد معايا تمام. الديوريشن من امتى؟ من ساعتين ثلاثه، من ست ساعات، من يوم. طب الاماونت هتقول لك هتوصف لك ازاي؟ والله انا غيرت، انا لبست البامبرز الكبير بتاع الكبار وغيرت مرتين ثلاثه تمام؟ والله ده لا ده انا بلت شويه الهدوم الداخليه، والله نزلت على رجليا خلاص. فده بتاسس السيفيريتي او الاماونت اللي نزل. الكالر المفروض الامنيوتيك اللايكر او نيوي ده كالر لس عامل زي الووتر تمام؟ ممكن والله مختلفه، ممكن تقول لك ده نزل عليا ميه عامله زي الملوخيه جرينش فده ميكونيا، والله جولدن براون او جولدن يلو ده في حالات الار اتش ايزونيزيشن تمام، بيبقى عشان في البلوروبين عالي تمام، فبيبقى اللايكور بتاعك بيبقى جولدن براون، ممكن يبقى بلادي ودي حاجه دينجرس طبعا وباد ساين بالنسبه لي، لان ممكن يكون معاها حصل ابرابشو بلاسنتا او بلاسنتال سيبريشن تمام، فدخلت العيان تايم هيمرج بعد الرابشر اوف ممبر تمام. فانت لازم تعرف الكلر بتاعك. طيب الاود يبقى اوفنس ده لو حصل فيه انفكشن تمام، فلازم تسال برضه في اوردر ولا ما فيش اوردر. كاركتر الاسبكت بتاعه، والله ده لا ده نازل عليا ميه صافيه نظيفه كلير، والله تربت التربت ده ليه؟ ممكن يبقى فيه فيرنكس، ممكن يبقى فيها تيشوز ثانيه تمام، فهي اللي خلته ايه تربت. طب ايه اللي بيزود نزول الميه ده عليك يا ماما؟ والله انا كل ما اقوم اتحرك الميه عندي بتزيد عليا
تمام، والله كل ما اكح كل الاقي علي تمام. طيب ايه اللي بيقلله؟ والله لما اقعد تحت يعني استريحت على ظهري وقالوا لي اقعدي وريحي، الميه خفت خالص تمام. فده كله بنسال في الكمبريت. طيب ايه اللي خلى الميه دي تنزل عليكي اصلا؟ تمام، البريديسبوزنج او البريسيبيتنج فاكتورز. اهم فاكتور عندنا زي ما احنا عارفين اللي هو الفاجينال انفكشنز، لازم نقول عليه. انت كان عندك كده ولا لا؟ والله انا كان بينزل عليا افرازات صفراء وليها ريحه وحشه، وبتزيد مثلا مع الانتركورس بتاع البكتيريا الفاجينا او تمام. هي ترايكوموناس تمام، دي كلها من ريسك فاكتورز او اكسترنال كفاريانس. وبعد كده حصل او ابدومينال تروما عاديه خالص، كيك مثلا ولا حاجه او سيكشوال انتر كورس تمام، ده ممكن يدخلها بعد كده في رابشر اوف ممبر. فاكتورز ثانيه اللي هي التراين اوفر ديستنشن، والله انا عليها حالتي، فده برضو من الريسك فاكتورز ان هي تخش في رابشر اوف ممبر بدري. والله انا حامل في اثنين او حامل في ثلاثه في توينز او تريبلت، وديت ممكن بالتو بريجنسي، ده برضه ريسك فاكتور للرابشر بريماتور رابشر اوف ممبر. والله انا كان بيجي ينزل عليا بليدنج كل شويه وبتحجز في المستشفى، فريكرنت بليدنج ده بيبقى برضه من الاسباب اللي هي تدخل عيانه بعد كده في رابشر اوف تمام. فدي البريديسبوزنج فاكتورز. لازم أنا اسال على الاسوشيتد سيمتومز مع الكومبلينت بتاعتي، هل العيانه بتاعتي دي جايه بس برابشر اوف ممبر بس ولا مع حاجه ثانيه؟ اهم حاجه نسال على اليوتراين اكتيفيتي تمام، عشان ده هيفرقني هل العيانه دي رابشر اوف ميمبرين الليبر ولا نوت الليبر، خلاص اللي احنا بنقول عليها البري ليبر او البري ماتور رابشر اوف ميمبر. واسال على الليبر ازاي؟ اشوف الكاركترز بتاع الليبر بين، هل هي ريجولر فريكوينت كونتراكشنز بتحصل على طول، بتزيد في الفريكوانسي، بتزيد في الديوريشن، بتزيد في الانتنسيتي ولا لا. ده هتضطر تعمل لها بي في وتفحصها وتشوف فيها حصل سيرفيكال تشينجز ولا لا. لو ما عندهاش كومبلينت في الحاجات دي ما عندهاش كومبلينت اصلا، عشان ما دخلهاش انا انفكشن بايدي تمام. ده كله من الهيستوري بتاعي عرفته. طيب اسال على ايه تاني؟ اسال على الكومبليكيشنز، ودي حاجه مهمه جدا. الرابشر اوف ده ريسك على المذر وريسك على الفي بالنسبه للمذر خلاص بتاعها بقى سيل تقدر تطلع فوق لليوترس، تطلع للعير جوه اليوترس، هيبريزنت ازاي عند المذر؟ زي اي ابسس في الدنيا او زي اي انفكشن. هتجي فيفرش، يبقى عندها فيفر، عندها تاكيكارديا، عندها ماليز وفتيج تمام، عندها ابتومينال تندرنس. طيب ده انفكشن او باص نازل خلاص، هتلاقي لك نازل عليا اوفنسيف ديسشارج، نازل عليا المخاط او زي الصديد نازل عليا، مش هيبقى كلير فلويد طبعا تمام. فده لازم تسال عليه. والله الرابشر اوف ميمبرين احيانا لو هو لايكور كتير وحصل صدم جوش اوف فلويد ممكن يدخل لي في حاجه اسمها بلاسنتال سيبريشن، يدخل لي في اكواتش. فانت لازم تسال دي نازل عليك بليدنج مع الميه ده ولا لا تمام. بالنسبه للعيل بقى مشاكله اللي هو ممكن والله لو البيبي دوت بريزنتنج بارت مش انجيجد على السيرفيس كويس او على البلفس كويس، ممكن يحصل صدم برولابس الكورد بتاعه تمام. العيله تقول لك ده انا نازل عليا حاجه عامله زي الحبل السوري بتاع العيل، دي حاجه ايمرجنسي، مش هنقعد نتكلم ونستفسر ونعمل لا، دي خلاص عشان ديت ممكن تدخل العيل في فيتال اسفيكسيا ويموت منك تمام. فانت لازم تسال عليه. دخل في بريتيرم ليبر وتدخل العيان في مشاكل البريماتيوريتي اقل من 37 اسبوع تمام خلاص. فانت لازم تسال على الحاجات دي كلها. طيب انت سالت على المذر وطمنت من الكومبلينت بتاعتها خلاص، انا عارف انها تقريبا رابشر اوف ميمبرين من الهيستوري كده، ناخد الهيستوري ونشوف واطمنا ان مفيش كومبليكيشنز واللي نازل عليها اكيد ده لايكور مش اي حاجه ثانيه. طيب ما في برضه بيبي جوه لازم انا اسال عليه تمام بالهيستوري حتى. طب انت يا ماما من بعد ما نزلت بتحسي بالحركه ولا ما بتحسيش؟ خلاص انت لسه عندك بريسبشن للفيتال موفمنت ولا لا؟ لازم اسال تمام. ليه؟ لان العيل ده ممكن يبقى ديستريس زي ما احنا قلنا، ما بقاش فيه حركه، ثاني حاجه في كورد بولابس والبلاستيشن وقف، ما بقاش فيه حركه، خلاص؟ لا قدر الله بقى اي في دي، تمام؟ فانت لازم تسال الحاجات دي، ماشي؟ على بال تعمل الانفستيجيشنز بتاعتك. طيب بيجي منا يختلط بينا وبين كومبلينس ثانيه.
العينه تقول لك ده انا نازل عليا ميه، وهتلاقيها كومبلينت كومن جدا، كل من العينه من اول الرابع او الخامس تقول لك يا دكتور ده انا نازل عليا ميه. تمام. طب ما هي الميه ديت ممكن تبقى لايكون صح، لكن ممكن تبقى حاجات تانية، ممكن تبقى عندك حاجه في الفاجينا، فاجينا انفكشن او فاجينا اللي هو النورمال، فاجينا ستشارج اللي هي الليكوريه، وايتش اوترليس كارليس. تمام. برضه فلويد ديسشارج كونجيشن بتاع البريناسي نزل عليها ليكوريه، نزل عليها، اسال على الفاجينا انفكشن ليه، كانها ديفريشن لجزء من الفلويد اللي نزل. تاني حاجه ان هو بريديسبوزنج فاكتور عليها، هنقل على هنزل عليك افرازات ليها ريحه وحشه تمام ولا لا، لونها اصفر، الكلام ده لازم تسال عليه. تمام. لازم تسال على اليورينري كونديشنز، عشان دي ساعات بتلخبطنا، بتلخبط ما بينها رابشر اوف ميمبر. تمام. زي ايه؟ حالات اليو تي اي، حالات اليو تي اي دي عيانه عندها انفكشن في اليورينري تراكت، فعلى طول تلاقيها عندها بين، عندها فريكوانسي، ممكن يبقى عندها حاجه زي الاستريس انكونتيننس. تمام. او الارج انكونتيننس، عمال ينزل عليها ميه كل شويه. تمام. فالعيانه دي بتلخبط بينها وبين الرابشر اوف ميمبر، وممكن اليورينري تراكت انفكشن ده من البريديسبوزنج فاكتورز اللي دخلها بعد كده في رابشر اوف ميمبر، فانت لازم تسال عليه. اذر يورينري كونديشنز زي الفيستولاز، يعني انا عندها اصلا فيستولا من زمان اصلا، فزي فاجينا عليها ميه باستمرار اصلا. تمام. فاكيد اللي نازل عليها هي دوت هيبقى يورين من حيث الاودر بتاعته، هي تقول لك نازل والله عندي ستريس كونسنس بينزل مع القف والسنيزنج على طول من بدري اصلا، من زمان كان عندي الموضوع ده. تمام. فانت لازم تفرق وانت بتاخد الهيستوري عن الاذر سيميلر كونديشنز حصلت. طيب نسال عليه تاني، نسال على والله ده انا نزل عليا العيانه مثلا كانت معايا، انا معايا في الثامن، ده نزل عليا معايا اللي هي في السادس، وجيت مستشفى الجامعه والدكاتره بصوا عليا في الاستقبال وقالوا لي ان جيب الميه مخروم وهتتحجزي في المستشفى، واتحجزت اسبوع ولا اسبوعين لغايه ما الدنيا استقرت وخرجت. تمام. فعندها هيستوري في سيميلر اتاكس وحاسس هوسبيتال ادميشن. طب عملوا لك ايه يا ماما؟ والله دول بصوا عليا من تحت وعملوا لي سونار، بصوا عليا من تحت قالوا لي ده في ميه بتنزل من حوالين الجنين، تاني حاجه عملوا لي سونار لو قالوا ان كميه الميه قلت شويه، الكلام ده. تمام. فده كله عندك في الهيستوري منك ممكن تعرف. طب لما حجزوكي عملوا لك ايه؟ والله كانوا بيطمنوا عليا كل يوم بالسونار على كميه الميه، كانوا بيدوني علاجات مضادات حيويه وادوني جرعه الرئه بتاعت البيبي، هيقول لك كده اللي هي الكورتيكوسترويد. تمام. خلاص ديت قبل كده في نفس البريجنسي، فانت برضو من الهيستوري ده عرفت انها قبل كده جالها نفس الاتاك واتحجزت بنفس السيمتوم بنفس الكومبلينت، ودي كانت طلعت رابشر اوف ميمبر. طيب في اي بريجنسي او اي هيستوري انت بتاخده لازم تسال على الورنينج سيمتومز، لازم زي ايه؟ حالات البري كلامس اللي هو الليمب ايديما، الهيدك، البلينج اوف فيجن، الايبيدين. تمام. لازم ده كله تسال عليه. تمام. الهايبر اكسسيف فوميتنج. تمام. الفاجينال بليدنج، كل ده لازم تسال عليه وتاكسكلود. طيب لو احنا عندنا اكزامبل بالحاله ممبرين، هاخد اكزامبل والله العيانه بتاعتي دي، ذا بيشنت از نون تو بي بريجننت ات 32 ويكس از ذا فيرست داي اوف لاست نورمال منسترول بيريود واز اون ذا فيرست سبتمبر 2019. سو ذا 8th اوف جون 2020. دي عيانه، العيانه بتاعتي انا معروف انها دلوقتي في الاسبوع 32 اللي هو اول الثامن، لان اخر بيريود عندها كانت يوم 1/9/2019، عشان كده حسبنا الاكسبكت ديت بتاعها زودنا 7 على 9 طرحنا 3 ف 6 في 2020، يعني الاكسبكت بتاعها 8/6/2020، يعني هي كمان شهرين هتتم التاسع، يعني هي في اول الثامن تقريبا اللي هو 32 اسبوع. ما حصلش فيها، عندها مشاكل كتير في السمستر بارت فروم، بس شويه مورنينج سيكنس، شويه لور ابدومينال بين في السكند تريمستر. البيشنت هاد هير فيرست كويكنينج في اسبوع، عشان هي اصلا عيانه مالتي بارا فحست بدري، ولاحظت ان الابدومين بتاعتها بينكريس جرادولي عند 20 اسبوع. فبعد كده راحت صوت ميديكال ادفايس اند شي ووز تولد ذات شي هاز ذا توينز with one of them had a polyhydramnios
اند شيد، يعني العينه بتاعتي دي جت في الشهر الخامس لاحظت ان بطنها بتكبر بطريقه مش طبيعيه، لانها والده قبل كده اتمرنت وعارفه حجمه، فهي راحت عملت سونار قالوا لها لا ده انت حامل في توينز منهم وعيل في حواليه ميه كتير شويه بولي هيدرامنس، يبقى هي مالتيبل بريجننسي وفي عيل عنده بولي هيدرامنس كمان تمام، وقالوا لها هنعمل الومال سكان وطمنوا عيلين، قالوا العيلين كويسين تمام. في الاناليز بقى ايه اللي حصل؟ فلويد اللي نزل عليها كلير هو كوتري كاركتر بتاعته اللي هو عامل زي الميه، اودورليس كولرليس ويز بروجريسيف كورس، عمال يزيد كل شويه الميه اللي بتزيد عليها. ذا فلويد از ليكينج فروم ناو اند ذن ويتنج هير كلوزز اند بيت شيتس ويتش انكريز ويز موفمنت اند اكزيشن اند ديكريز باي لاينج داون اند بريست. يبقى احنا عرفنا ان في الكومبرينت الفلويد ده بينزل عليها كل شويه، كل ما تقوم وتتحرك الميه بتنزل عليها، وكل ما بتقعد تستريح الميه بتخف شويه. والباسج اوف ذا فلويد اسوشيتد ويز ثرو ليفل بتيجي كل 10 دقائق ولاست فور 30 سكندز، يعني بيجي لها كونتراكشن في تراين اكتيفيتي موجوده. شي از ستيل بريسيفنج فيتال كيكس، لسه الفيتال كيكس بتاعتها مفيش انتي بارتم هيمرج، مفيش كورد برولابس نازل عليه، سجستنج كوريومونايتس يعني مفيش فيبر اكسبت فور اللي هو الكونتراكشن العاديه، يعني مش كونتينوس بين ولا حاجه. كان عندها قبل كده هيستوري اوف فاجينال انفكشن 7 دايز 7 دايز اجو، من 7 ايام كان عندها فاجينال انفكشن، فده برضه ريسك فاكتور عندي. سال ان ذا فورم ويتش انكريزز افتر انتركورس، فاميلي دي عيانه بتاع بكتيريال فاجينوزس وعندها هيستوري اوف يو تي اي كمان، كان في ديسيوريا وسوبرا بيوك بين ولاين بين وفريكوانسي وستريس انكونتنس. فانت العيانه بتاعتي دي من الهيستوري بريزنت ايلنس عرفت الريسك فاكتور اللي عندي. عيانه دي مالتيبل بريجننسي توينز منهم عيل في بولي هيدرامنس، ده ريسك فاكتور. كان عندها انفكشن من اسبوع سواء كان فاجينال انفكشن سواء كان يو تي اي، ده كله ريسك فاكتور يدخلني في رابشر اوف ممبر. مفيش هيستوري اوف بريفيس سيميلر كونديشن في الحمل ده، ومفيش اي سيمتومز ثانيه اذر سيستم انفكشن، مفيش ورنينج سيمتومز حتى عندي موجود تمام. ده الاناليسيس اوف ذا كومبلينت. بعد اوف ذا كومبلينت هنتكلم على الباست هيستوري. والباست هيستوري عندي يا اما باست هيستوري اوف ديزيز، باست هيستوري اوف دراجز اوبريشنز، ار اتش، بلاد ترانسفيوشنز. فانت لازم على تسال في الديزيز هتسال على ايه؟ تسال على الدايبيتس، تسال على الهايبرتنشن، تسال على ثايرويد ديزيز، الحاجات دي كلها الكومن عندنا. والدراجز اللي بتاخدها تمام، هي ماشيه على دراجز معينه ولا لا؟ والله دي ماشيه، يعني بتاعتي مثلا ممكن تكون كاردياك ماشيه على لونج اكتنج او ماشيه على لونج اكتنج بنسلين تاخده، والله بتاخد مثلا حاجات انتي كواجلانت لانها عامله فالف ريبس فالف ريبليسمنت، فلازم تمشي على لايف لونج انتي كواجلانت خلاص. انا دي عم بس مثلا والله سيرفايكال انكومبتنس، سيرفايكال انكومبتنس ده ممكن يدخلها في كرانت ابورشن، ممكن يدخلها في بريتيرم ليبر، في بريماتور رابشر اوف ممبر، الحاجات دي كلها. والله عملت تراين سيرجري قبل كده وهمها السيزيريان سيكشن، لازم اكون عارفه في الباست هيستوري، واي واي اوبريشن لازم اعرفها يعني كان فين، حصل فيها كومبليكيشنز ولا لا، ان فول ديتيلز ده يهمني. الار اتش والبلاد ترانسفيوجن، لان عيانين الار اتش نيجاتيف خلاص فيرست تايمستر يعني مينلي محتاج نديهم الانتي دي حتى تمام، ده كله لازم تسال عليه في الباست هيستوري. فانا عيانتي ديت البيشنت دي از نون تو بي دايابيتيك اون انسولين ان شي از تيكينج 60 يونتس اوف ميك ستارت بير دي 40 ات دي اند 20 ات نايت، ماشي هي معروفه انها دايابيتيك اصلا وماشيه على الانسولين من اول الحمل، بتاخد 40 وحده في الصبح و20 بالليل، وعملت سيركليج في البريجننسي ده عند 13 اسبوع اهي. دي عملتها بان هوسبيتال بان يونيفرسيتي هوسبيتال، ما حصلش اي مشاكل وديسشارج بعدها على طول. هير بلاد جروب از بي بوزيتيف، ما عندهاش اي هيستوري بلاد بريفيس بلاد ترانسفيوجن قبل كده تمام، ما عندهاش هيستوري اوف دراج الرجي، عشان خصوصا لو عرف مثلا هنحجزها وهي عندها مثلا هنديها انتي بايوتيك لازم نعرف الهيستوري بتاع الدراج الرجي اللي عندها تمام. فده كله في الهيستوري. الفاميلي هيستوري بنسال على الكونسنجتي، بنسال على الديزيزز، بنسال على التوينز او مالتيبل بيدا. فالعينه دي فيها بوزيتيف كونسنجتي، عندها هيستوري اوف توينز ان هير فاميلي، هير سيستر هاد توينز بيفور، اند هير ماذر از نون تو بي دايابيتيك اون انسولين. فده كله برضه بنسال عليه في الفاميلي هيستوري. المينسترال هيستوري
اللي يهمنا فيه الـ first day أو date of first day of last normal menstrual period عشان نحسب بيه الـ expected date of delivery. وعلى أساس الـ expected date إزاي؟ اللي احنا المفروض من first day of last normal menstrual period بنزود 7 أيام على الأيام، بنزود 9 شهور أو بنطرح 3 على الشهور، تمام؟ ومنها بنحسب الـ expected الديت، ومنها بنحسب الاشعه. طب العينه بتاعتك ممكن تيجي لك يقول لك والله انا مش فاكره اخر دوره عندي كانت امتى. طب تبتدي تربطها بالاحداث، يعني مثلا تقول لك ده انا جات لي في اول رمضان، ماشي، ورمضان ده المره دي هيجي مثلا 24/4، لازم تبقى انت عارف المواعيد المهمه، رمضان، العيد، الحاجات دي كلها، تمام. طب والله انا جات لي ما مش فاكره. طب نسال ازاي نعرف ازاي جسمك ايه؟ طب انت كنت بتتابعي الحمل ده من اول ولا لا؟ اه تابعت. عملت سنار في اول 3 شهور ولا ما عملتيش؟ عملت. طب قالوا لك هتولدي امتى؟ والله قالوا لي هولد في شهر 7 الجاي. كام 7؟ 20/7. خلاص يبقى انا ده برضو عرفت منها من الانتي نيتال كير بتاعها ان ده 20/7، تمام، او من الفيرست تريمستر السونار اللي هي عملته. خلاص ممكن اعطيك اكتر كورس، والله ده انا جوزي نزل في 15/8 اللي فات يومين، تمام، ده برضو يفيدني. لو عينه عامله اكزي اعرف الديت اوف امبريو ترانسفير، تمام، لان الامبريو ترانسفير مين اللي بيبقى حوالي اسبوعين من بعد البريود، تمام. اعرف احسب الديت اوف ديليفري عندي لو العينه بتاعتي مش عارفه الفيرست داي اوف هير لاست نورمال مستوى البريود، تمام. الاوبستريك هيستوري، وطبعا ده مهم جدا جدا ولازم يبقى ان ديتيلز، خلاص، لان ده منه بعرف الاوبستريك كود بتاعي لا لا، تمام. فانت لازم تعرف انت ديتيلز، لازم تشوف الاوردر بتاعك الفيرست والسكند والسيلد بريجنسي بتاعتها، تواريخها، ايه هم كانوا ابور، هل هم كانوا بريتيرم، هل هم كانوا تيرم، هل هم كانوا بوست تيرم بريجنسيز، الانتيليتا كير بتاعهم كان ماشي ازاي، حصل فيهم كومبليكيشنز ولا لا، البريجنسي ده انتهى ازاي، هل انتهى كابورشن ولا انتهى ليبر عادي او ديليفري عاديه، طب الدليفري دي كانت فاجينال دليفري ولا كانت سيسيريان سيكشن، والدليفري بتاعت الفاجينال دليفري دي كانت سبونتينيوس ولا انديوزد، حصلت فين، حصل بها كومبليكيشن بعدها ولا لا، السي اس سيكشن ده مكانه كان فين، انديكيشنز بتاعته عملت سيكشن ليه، انت ليه عملت سيكشن، وكان الكتيف ولا سيلكتيف، هل هو كان ايجنت سيكشن ولا كان انت خدت ميعاد وبعد كده ولدت فيه، ولا كان اون يور ديماند انت اللي طلبتيه ولا لا، طيب الابورشن ده كان انديوزد ولا سبونتينيوس ولا لا، فتره البربريان بتاعتك عدت كويسه ولا لا، حصل فيها مشاكل ولا لا، والله حصل فيها ده انا سخنت واتحجزت في مستشفى الحميات وقالوا لي انت عندك حمى انفاس، تمام، اللي هي البربريسبس، اتحجزت لي 15 يوم باخد علاجات مضادات حيويه، قعدت قيصري، قعدت في السرير اسبوع، لقيت رجليها اليمين بتورم وبتحمر مش قادر ادوس عليها، قالوا لي ده انت عندك دي في تي، خلاص ده فدي كلها كومبليكيشنز، والله لا ده انا ولدت والحمد لله كنت كويسه جدا ومفيش اي مشاكل. طيب بعد طب بعد ما ولدتي ابنك اللي ولدتيه ده كان كويس، نزل كام كيلو، عرف ياخد نفسه ولا لا، دخل حضانه ولا لا، طب ايه سبب دخوله الحضانه، دخل ليه الحضانه، كل ده لازم تسال عليه، رضعتيه ولا ما رضعتوش، تمام، الكلام ده برده بتسال عليه. طيب هل بداتي وسيله منع حمل بعد الولاده ولا لا، وبداتيها امتى، وخدت اني وسيله، تمام، الكلام ده كله لازم تسال عليه. طيب فالعائلة هي زي ما احنا قلنا عندها 3 سيبلينجز، في ميلز وده في ولا حاجه، هي متجوزه بقى لها 15 سنه، الفيرست بريجننسي بتاعها كان في 2007، كان فول تيرم بريجننسي، كانت حملت في فول تيرم بريجننسي، كان عندها ريجولار انتينيتال كير، كانت بتتابع كويس جدا عندنا في المستشفى مثلا، ما كانش في اي مشاكل ميجر كومبليكيشنز في الحمل كله ولا هوسبيتال ادمشن ولا اتحجزت قبل كده. بعد كده في شيء هذا spontaneous onset of labor 40 weeks، يعني عند 40 على راحت المستشفى وولدت فاجينالي، وكانت was easy vaginal delivery without any complication and gave birth to a healthy male baby about 3.5 kilograms not incubated، ما دخلش incubation ولا حاجه، و she started breastfeeding soon، بدات الرضاعه بعد كده على طول ولا اي حاجه، وستارتد بروجستين اونلي بيلز افتر 4 ويكس، يبقى انا عرفت منها في حملها الاولاني انها كان فول تيرم،
ما كانش فيه اي مشاكل، ولدت عيل فاجينال ديليفري سبونتينيوس في المستشفى، والولد كان وزنه 3.5 كيلو ورضع معانا على طول وروح معانا ما دخلش حضانه، والبيبيريا بتاعها كان كويس، وستارتد بروجستير اونلي بيلز افتر 4 ويكس. طيب سكند بريجننسي كان في 2010، شي واز ده كان بري تيرم بريجننسي، في برضه كان في انتينيتال كير بتاع ريجولار وما كانش في اي مشاكل، بس شي هاد بري تيرم بري ليبر رابشر اوف ممبرين عند 34 اسبوع، ودخلت بعد كده في سبونتينيوس ليبر وديليفرد فاجينالي، ايزي فاجينال ديليفري ما فيهاش كومبليكيشن، بس بري تيرم في ميل بيبي كان حوالي 2 كيلو و200، وحصلها انكيوبيشن في 15 دي، دخلت انكيوبيشن لمده 15 دي عشان عندها ترانزنت كيبني اوف نيو بورن، وبعد كده حصل لها ديستشارج. هي ما عرفتش شي كودنت فيد هير بيبي which was on bottle feeding، انها رضعت بقى صناعي ما رضعتش طبيعي. البريبيريم بتاعها برضو عدى كويس ما فيش اي مشاكل برضو، وبرضو بدات برضو البروجستين اونلي بيلز عند 4 اسابيع بعد الولاده. ثالث حمله 14 كان برضو كان فيها انتا كير عاديه جدا وبتتابع كويس وما فيهاش ميجر كومبليكيشن وما فيش هزو ادمشن، وبرضو عادت سبونتينيوس اونست اوف ليبر عن 38 اسبوع وديليفرد برضو فاجينالي برضو ايزي without any complication and give birth to healthy male baby حوالي 3 كيلو، ما حصلوش incubation ورضع منها على طول وما حصلش فيه اي مشاكل، وبرضو بدات على خدت اي دي بعد 4 اسابيع في الاوبستاتريك هيستوري بتاعها. اخر حاجه ايتم في الهيستوري بتاعنا الكونتراسبشن، انت خدت اني ميثود؟ هل انت خدت تابلت ولا انشن ولا خدت حاجات لوكال؟ والله انا خدت اورال اللي هو البروجستيرون اونلي بيلز او الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، كنت ماشي عليه اللي هو قبل البريجننسي اللي احنا فيه. والله ده انا خدت الانجكشن سواء كان الحاجه اللي كومبايند زي الاحقان الميزوسيبت او الحاجات اللي هو البروجستيرون اونلي انجكشن زي اللي هو ديبو بروفيرا. والله انا كنت مركبه اي دي، والله كنت بستخدم حاجات موضوعيه، كنت بستخدم السيف بيريود انا وجوزي خلاص، فالحاجات دي كلها بتسال عليها اي اني وسيله انت استخدمتيها وقعدتي عليها قد ايه. والله انا مركبه اي دي بقى لي سنتين، طب انت شلتيه ليه؟ والله انا شلته عشان عمل لي مشاكل، والله انا شلته عشان جوزي عاوز اني اجيب عيال تاني خلاص، فدي كلها في الانتجريشن ليه بتسال عليها. خلاص البيشنت بتشتش على وسائل بعد كده فحملت على طول تاني شهر تمام، فده كله في الهيستوري بتاعي. في الاخر كده من الهيستوري هنوصل للدايجنوزيس اللي هو الفورس جرافيدا فور 3، المفروض انها 35 سنه تمام، فاجينال ديليفري بتولد فاجينالي، هي 32 اسبوع في اول الثامن، وتوينز عندها بريتير رابشر اوف ممبرين تمام. ده من اول الدايجنوز يعني ده في الكود بتاعي بتكلم على اللي هو الاوبستاتري كود والسن بعد كده، وهل هي ولدت نورمال او سكشن، عدد الاسابيع اللي هي فيه اللي هو الجستيشنال ايج، ولو كانت توينز لازم اذكر ان هم توينز تمام، وان هي جات لي برابشر اوف ممبرين اللي هو بريتير رابشر اوف ممبرين ومعايا يوتراين اكتيفيتي، فده بريتير رابشر اوف ممبرين ومش بريماتيور رابشر اوف ممبرين تمام، انها الليبر تمام خلاص. فده بالنسبه لي اللي هو الفيرست دايجنوز بتاعي على ما اعمل اكزامينشن واعمل انفستيجيشنز بتاعتي. اخر حاجه هتكلم عليها هو التشيك ليست بتاعتنا اللي احنا هنسال عليها. التشيك ليست ديت انا بقيمك في كل حاجه، بقيمك من اول الاتيتيود لغايه اخر حاجه الدايجنوز زي ما احنا قلنا. الاتيتيود بتاعك هيبتدي باللوك بتاعتك الاول، وانت جاي الامتحان انت لابس البلطو بتاعك ولا مش لابسه، جايب الاي دي بتاعتك بتعرف نفسك ولا ما تعرفش نفسك تمام، لما دخلت على البيشنت سلمت عليها ولا لا، حيتها باسمها ولا لا تمام، لو كنت تعرف اسمها طلبت منها او استاذنت منها ان انت تتكلم معاها ولا لا، بعد اذنك انا ممكن اخد اتكلم معاك ادردش معاك شويه، هتعمل اكزيبيشن بعد اذنك تسمحي لي ان انا افحصك اعمل لك سونار، لازم تاخد منها كونسنت ولازم تريسبكت البرايفسي بتاعها، يعني ما ينفعش تكشف عليها في وسط العيانين كلهم تمام. السرير بتاعها فيه ستاره يبقى معاك الممرضه بتاعتك جنبك، هي مثلا حد مش عايز يتكلم قدامه خلاص خرجه لو هي طلبت كده مفيش مشكله تمام. طيب
وانت كلمها لازم يبقى في بلاينت انت لايت معاك، لازم تسمع لها كويس، ما تكونش هي بتتكلم وانت ماسك الموبايل فاتح الفيس بتقرا الاخبار بتاعتك، ماشي؟ ما ينفعش. وانت بتكتب المعلومات بتاعتك عينك في عينيها، اي تو اي كونتاكت، خلاص ان العيان اللي انت مهتم وانت بتسمع وانت ايه بتسال. لازم انت تشوف السمبس بتاعك، لازم تبقى متعاطف زي ما احنا قلنا في الأول. خلاص العينه دي جايه زي ما انت شفتوا الصوره، العينه نازل عليها ميه، انت لازم تكون سمبسايزنج معاها، هتقدر. لازم تكون كيرنج عليها، خايف عليها. بعد كده هنتكلم على النقطه دي بتاعت نقطه اتيتيود، بعد كده نقطه الهيستوري نفسه. هل انت سالت على كله ولا لا؟ سالت على البيرسونال ان ديتيلز ولا لا؟ سالت على الكومبلينت كويس ولا لا؟ عملت اناليس الكومبلينت ولا لا؟ عملت خدت باست فاميلي هيستوري، خدت منستريال هيستوري ستاتري كونتسبت ولا لا؟ كل ده سؤال عليها. هناخد نقطه ونسيب نقطه، هنقيم كل نقطه، فلازم نركز في كل نقط التشيك ليست بتاعتنا. وصلت للدياجنوزز ولا ما وصلتش؟ دي اخر حاجه، تمام؟ وما يهمنيش اللي انت توصل للدياجنوز، على قد ما يهمني اللي انت مشيت على ايتم صح خلاص ونفذتها صح، لان كده كده ان شاء الله هتوصل للدياجنوز، تمام؟ في الاخر انا بشكركم جدا، بشكركم لحسن استماعكم. لو حد حب يا رب تكونوا استفدتوا حاجه، ولو حد نفسه يسال سؤال يتفضل يسالنا. Thank you. يا دكتورة سمر، دكتورة سمر، أنا مسموع ولا مش مسموع ولا إيه؟ دكتور أحمد، أي أحمد خلصت كده تمام؟ سمر. تمام، تسلم ايدك. ايوه يا فندم. في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ لو حد عنده. انا صديقي كان مسموع. كنت سامعاه كويس. لو حد عنده اي سؤال يرفع ايده او يكتب على الشات يا شباب. طيب تمام، شكرا يا احمد، ربنا يخليك، شكرا على البرزنتيشن الجميله دي، وهننهي الميتنج بقى. شكرا، شكرا لكم، معلش على السرعه، معلش، شكرا، مع السلامه.